شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الإدارة العامة والشؤون السياسية بدولة سيراليون. هذا وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في إعداد التشريعات المرتبطة بالخدمة العامة وحوكمة الاختيار والتعيين في الوظائف العامة وتدريب الموظفين العموميين. وأكد رئيس الوزراء حرص مصر الدائم على تنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات غربي سوهاج باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى عشرات مليارات دولار. ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، حيث من المقرر أن ينتج المشروع عند اكتماله نحو 48 ألف جيجاوات لكل ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، بما يسهم في تفادي انبعاثات بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن توفيره نحو 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. تشارك مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بأرمينيا، وفي هذا الإطار عقدت وزيرة التعاون الدولي محافظة مصر لدى البنك الأوروبي رانيا المشاط جلسة مباحثات مع رئيسة البنك أودر رينو باسو لمناقشة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده في يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود ترفيع العلاقات بين البلدين. وأشادت رئيسة البنك الأوروبي بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة. إلى أسواق البترول العالمية، حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي في تعاملات اليوم بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب العالمية على النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.60% لتبلغ 76.77 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.54% ليبلغ 81.11 دولار للبرميل. كما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.58% لتصل إلى 2.38 دولار للتر. وتراجعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل 2.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، ما أدى إلى توسيع الفارق بينها وبين منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك فيما يتعلق بتوقعات الطلب العالمي على النفط هذا العام. وخفضت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار يقدر ب 140 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل، وأرجعت ذلك يوم بقدر كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في المقابل أبقت أوبك على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في العام الحالي. أعلن رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لويد الألمانية للشحن أن الشركة ما زالت تتوقع انقضاء أزمة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعود حركة الملاحة الدولية إلى طبيعتها بعد أن تضررت هاباج لويد، وهي خامس أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، من هجمات قوات الحوثي على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر. We'll be right back.
كشف الاتحاد الأوروبي عن توقعاته بانخفاض التضخم في منطقة اليورو في العام الحالي عما كان متوقعا في السابق، وترك تقديراته للنمو من دون تغيير رغم عدم اليقين العالمي. وصرحت المفوضية الأوروبية بأن التضخم سيتباطأ إلى 2.5% هذا العام، انخفاضا من 2.7%، كما توقعت في شهر فبراير. وتوقعات المفوضية أيضا أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 8% في عام 2024، لكن المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتوليني قال إن التوقعات ما زالت غير مؤكدة في ظل حربين مستعرتين في الجوار في أوكرانيا وفي قطاع غزة.